إذا مو أنت اللي حتاكل هذه السلطة اللذيذة والممتعة، مين تنتظر ياكلها عنه؟ ترى هذا الجمال ما انخلق لناس وناس لا. إذا كملت الفيديو للنهاية حتطلع بفائدتين لك أنت. الأولى وصفة سلطة فارقة جدا، والثانية حشاركك اثنين من أسراري مع أطباق السلطات. وصفة اليوم سلطة بالفلافل الصحية والحلوم المشوي. أول سر عشان تنفتح نفسك للسلطة، لازم تعتمد على عنصر الألوان عشان تستمتع فيها، لأن عقلنا الباطن رابط السلطات بأنها أكل صحي وجدا ممل. دورك تكسر هذه الصورة النمطية وتبدأ تبدع في السلطات. على فكرة أنا أحب أقشر الخضار عشان تكون سهلة في الهضم. يا رباه مو عادي كيف أحب ألمس الأكل وأتصل فيه وأتناغم معه. طيب كل المكونات حكتبها لكم أسفل الفيديو. بعد ما نبدع في الألوان ونفتح شهيتنا، لازم نبدع في الصوصات. طبعا حساب مليان وصفات سلطات وصوصات هتستفيدوا منها وحتنبهروا فيها. السر الثاني اللي متأكد انه حيفرق معاك وانت حتبدأ تلاحظ فيه الفرق بنفسك، ابدأ اقدر السلطة وتعامل معها كأنها طبق رئيسي، يعني بدل ما يكون فيه ثلاثة اطباق قدامك، جرب انك انت تجمع جميع احتياجك الغذائي في طبق واحد. اجمع في صحنك الالياف والبروتين والدهون والكارب. اتحداك بعد الطريقة هذه جسمك ما يستفيد وانت تصير مدمن سلطات وتبدع فيها اكثر مني. عشاني وعشان خاطرك جرب، متأكد انه جسمك حيشكرك. زي ما انتم شايفين سلطة اليوم جدا سهلة. بالنسبة لمكعبات الفلافل الصحية بإذن الله حنزل وصفة الاسبوع جاي، فعلوا تنبيهات عشان لازم تشوفوها، متأكد انكم حتدمنوها. فظيعة مو بس للسلطات، كمان للسندوتشات. شوفوا هذا شكلها بس بالفرن، تخيلوا بدون قلي. وبكذا انتهيت من فيديو اليوم. اذا استفدت لا تنسى اللايك والاشتراك بالحساب اذا كنت متابع جديد. معكم صديقتكم وجدان العبيدي، صانعة محتوى مهتمة فيه باسلوب الحياة الصحي وتحسين جودة الحياة بالاضافة الى الجمال والعناية والفاشن. باي، وشوفكم في فيديو جديد.